الكونكشن سيرفيس ده الديفينيشن بتاعه ان هو بدور على السيرفيس للفري سبيس اللي كل النقط اللي عليه ليها سيم بوتنشال. سين انا عندي سيرفيس بشكل ده اي شكل بحيث انه الفي بيساوي كونستنت ده الكونكشن سيرفيس. تبقى الديفينيشن بتاع البوتنشال انه البوتنشال ديفرنس ما بين اي نقطتين قريبين جدا من بعض دي في بيساوي نيجاتيف اي دوت دي ال. وبالتالي لو انا اتحركت ديفرنشال لينس صغير دي ال يبقى دي في بيساوي زيرو، وبالتالي يبقى اي دوت دي ال بيساوي زيرو. اي دوت دي ال بيساوي زيرو ده معناه ايه؟ اما انه الاي بيساوي زيرو او الدي ال بيساوي زيرو او تمام الانجل ما بين الاي كفيكتور دي ال كفيكتور بيساوي كام؟ 90. بمعنى كده انه الكتريك فيلد لاينز هتبقى عموديه على الكوتنشال سيرفيس. طيب خدنا قبل كده ازاي نجيب الكتريك فيلد وازاي نجيب الفي. قلنا الكتريك فيلد دوت فيكتور والفي دوت سكيلر كوانتي. هل دلوقتي هل في somehow relation ما بين الـ E والـ V بحيث لو عندي الـ E أقدر أجيب الـ V أو العكس؟ إحنا أخدنا من الديفينيشن بتاع الـ V إنه دلتا V potential difference ما بين نقطتين بيساوي negative integration E dot dl. تاني لو أنا عندي الـ electric field أقدر أجيب الـ V. طيب العلاقة العكسية لو أنا عندي الـ V أقدر أجيب الـ E، ده اللي إحنا هنشوفه دلوقتي. الـ potential لو عندي potential function في الـ space يبقى هتعتمد لو بتكلم على كارتيزيان كوردينت على الاكس والواي والزد. اي تغير في الفي بالتالي هيعتمد على تغير في الاكس وفي الواي والزد. ومن دراستك في الكالكولاس خدت انه في الحاله دي لو انت عندك فانكشن دي بتعتمد على الاكس واي والزد يبقى التشنج في الفي دي في بيساوي بارشال في بارشال اكس دي اكس بلس بارشال في بارشال واي دي واي بلس بارشال في بارشال زد دي زد. لو انا اتحركت displacement صغير dl يبقى بالتالي dv بيساوي ايه من definition بتاع electric potential negative e dot dl. ال e دوت فيكتور ليه 3 components ex و ey و z، وال dl دوت فيكتور برضو ليه 3 components dx و dy dz. لو عملت dot product ما بين ال e وال dl هيديلك بالتالي dv بيساوي negative ex dx minus ey dy minus ez dz. نقارن بقى ما بين التو ريليشن دول. تقدر على طول تستنتج بسهولة انه الكومبوننتس في الاتجاه الاكس اي اكس بتساوي نيجاتيف بارشال في بارشال اكس، والاي واي نيجاتيف بارشال في بارشال واي، والاي زد نيجاتيف في نيجاتيف بارشال في بارشال زد. طيب احنا وصلنا دلوقتي لايه؟ الى انه الكتريك فيلد فيكتور قدرنا نعبر عنه بدلالة البوتنشال بيساوي نيجاتيف افتح قوس بارشال في بارشال اكس اي اكس بلس بارشال في بارشال واي اي واي بلس بارشال في بارشال زد اي زد. طيب لو خدنا الفي هنا اهو طلعنا الفي بره الاوبريتور دوت، ده يفكرك ايه الاوبريتور دوت؟ تمام ده بدي الاوبريتور. يبقى اقدر اعبر عن الاي بيساوي نيجاتيف جراد ديل في او نقراها نيجاتيف جراد في او نقراها نيجاتيف نابلا في. اشاره النيجاتيف دي معناها ايه؟ معناها انه الالكتريك فيلد فيكتور بيتجه من الهاير بوتنشال الى اللور بوتنشال. احنا عارفين لو انا عندي بوينت شارج كل ما ابعد عن بوينت شارج تمام كل ما التاثير الكهربي بيقل وبالتالي البوتنشال بيبدا يقل. بينما الالكتريك فيلد كفيكتور بيتجه منين؟ من خارج من البوينت شارج ورايح في اتجاه النقطه اللي انت بتحسب عندها. يبقى بالتالي الالكتريك فيلد فيكتور جاي من الهاير بوتنشال بتاع البوينت شارج ورايح الى اللور بوتنشال بتاع البوينت شارج. احنا استنتجنا الجريدينت بتاع البوتنشال في كارتيزيان كوردينتس وده اكسبريشن سهل تقدر تحفظه بسهوله تمام. لكن استنتاجه بقى في السلندريكال والسفيريكال احنا ندي الريزلت على طول. وزي ما اتفقنا برضو في حاله الدايفرجنس انه انت مش هتحفظ الاكسبريشن بتاع السلندريكال والسفيريكال هتبقى جيفن بالنسبه لك. نفس الطريقه برضو الجريدينت في السلندريكال والسفيريكال هيبقى جيفن بالنسبه لك انت مش محتاج تحفظهم.
هلزمك انك انت تبقى عارفه وحافظه الدايفرجنس والجريدينت في الكارتيزيان كوردينتس. وقدام هناخد برضو الكيرف برضو هيبقى مفروض انك انت تبقى حافظه في الكارتيزيان، بينما في السينيكال والسفيريكال هيبقى جيب بالنسبه لك. الكتريك دايبول، ايه اقصد ايه بالكتريك دايبول؟ لو انا عندي تو بوينتد شارجز نيجاتيف كيو بلس كيو، اثنين قد بعض ماجنيتيود، ولكن واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، فاحنا بنعرف الكتريك دايبول انه عباره عن تو بوينتد شارجز نيجاتيف كيو بلس كيو وبينهم ديستانس صغيره دي. صغيره بالنسبه لايه؟ صغيره بالنسبه للبوينت اللي انا بحسب عندها البوتنشال او الكتريك فيلد، بتبقى بعيده جدا عن التو بوينت شارج دول. بعرف الالكتريك دايبول فيكتور ان هو فيكتور اتجاهه جاي من نيجاتيف تشارج ورايح اتجاه بوزيتيف تشارج، يعني الدايبول اللي عندي دوت ده الايند على زد اكس، وبالتالي يبقى الفيكتور بي جاي من نيجاتيف كيو رايح للبوزيتيف كيو، يعني في اتجاه الايه؟ زد دايركشن. يبقى الالكتريك دايبول كماجنيتود هعرفه على انه كيو في الدي، كيو في قيمه التشارج بتاعتي في الديستانس دي ما بين التو بوينت تشارج، والدايركشن من نيجاتيف كيو الى بلس كيو. يعني الفيكتور بتاع الالكتريك دايبول هيبقى عباره عن كماجنيتود كيو دي وكدايركشن زي ما اتفقنا جاي من نيجاتيف كيو الى بلس كيو. في حاله الاكزامبل اللي قصادنا دوت هيبقى في اتجاه الايه؟ الزد دايركشن. دلوقتي انا عايز احسب البوتنشال عن نقطه بي اللي هي موجوده بعيده قوي عن الكتريك دايبول. قبل ما نحسب الكلام دوت بص كده اهوت، ار واحد ده فيكتور خارج من البوزيتيف تشارج ورايح في اتجاه النقطه بي، والار 2 فيكتور جاي من نيجاتيف كيو ورايح في اتجاه نقطه بي، بينما الار ده فيكتور جاي من الاوريجين ورايح في اتجاه نقطه بي. طبعا هيبانوا لك الثلاثه كما لو كانوا باراليل لو نقطه بي ديت كانت بعيده جدا عن الدايبول. طيب تقريبا الار 1 بتساوي الار 2، وبالتالي اقدر اقول ار 1 ار 2 بيساوي تقريبا ايه؟ ار سكوير. طب هل الديفرنس معنى كده اقول عليهم زيرو؟ لا، الديفرنس صغير جدا لكن ما اقدرش اهمله لما اجي احسب ايه؟ ار 2 ماينس ار 1. يعني الديفرنس ما بين ار 1 وار 2 اهمله لو في مالتيبليكيشن ار 1 ار 2، لكن لو في ديفرنس ما اقدرش اهمله. طب الديفرنس ما بين ار 2 وار 1 عباره عن ايه؟ عباره عن ديستنس صغيره دي اللي هي بتساوي ايه؟ دي كوزاين سيتا. لاحظ انه الثلاثة فيكتورز ار 1 وار وار 2 الثلاثة بارلل وبيميلوا بانجل سيتا على الزد اكس، يبقى بالتالي ار 2 ماينس ار 1 بتساوي دي كوزاين سيتا. لو انا عايز اجيب البوتنشال بقى سهل، انا بجيب بوتنشال نتيجه 2 بوينت تشارجز بلس كيو ونيجاتيف كيو، يبقى دي عباره عن اي كيو على 4 باي ابسلون نوت 1 على ار 1 ماينس 1 على ار 2. طيب ان انا هحتاج ان اهوت ان انا بقى ايه احط الابكسيشن اللي انا عملته، الديفرنس ما بين ار 2 وار 1 عباره عن دي كوسان سيتا وار 1 ار 2 ار سكوير، يبقى دلوقتي الفي عباره عن ايه؟ عباره عن كيو على 4 باي ابسلون نوت دي كوسان سيتا على ار سكوير. السيتا ديت عباره عن ايه؟ دي الانجل ما بين الفيكتور ار والفيكتور زد، يبقى بالتالي كوسان سيتا عباره عن ده الدوت برودكت ما بين يونت فيكتور في اتجاه زد اكسس ويونت فيكتور في اتجاه الار. بمعنى تاني طالما ان الكيو دي عرفناها قبل كده انها عباره عن ده الماجنتيود بتاع الالكتريك دايبول، او الالكتريك دايبول فيكتور عباره عن كيو دي اي زد، يبقى بالتالي كيو دي كوزا زد عباره عن البي دوت اي ار، يبقى في النهايه البي عباره عن بي دوت اي ار على 4 باي ابسلون نوت ار سكوير. الاكسبريشن بتاع الالكتريك بوتنشال احنا جبناه نتيجه الدايبول بتاعي كان بيعتمد على انه الدايبول السنتر بتاع الدايبول موجود عند اوريجين. طيب لو ما كانش موجود عند اوريجين كل اللي هنعمله ان احنا نستبدل ار بالفيكتور ار ماينس ار برايم، حيث الار برايم دوت ده البوزيشن فيكتور بتاع السنتر بتاع الدايبول، يبقى بالتالي دي عباره عن ايه؟
B dot vector r minus a prime على 4 pi epsilon node المجدود بتاع r minus a prime cubed. Once جبت ال V تقدر تحسب بسهولة electric field، انك انت هتقول electric field بيساوي negative في الجريدينت بتاع ال V، وتطبق ال expansion بتاع ال gradient في ال spherical coordinates، وده ال distribution بتاع electric field lines. لاحظ ال field lines تبدأ من ال positive charge وحجم 2، يا تنتهي على negative charge أو تروح ل infinity. نشوف مع بعض ال example دوت. عندي potential function 10 على r square sin theta cosine phi. طالب منك أول حاجة عايز ال flux density عند نقطة محددة من ديالك 2 و باي على 2 و 0، وبعدين طالب منك تحسب ال work done عشان تنقل 10 مايكرو كولوم تشارج من بوينت A ل بوينت B. طيب هو عايز ال D، احنا قلنا انه خدنا relation بين ال V وال E، لو عندك ال V تقدر تجيب ال E. طيب جبت، هو مش عاوز الاي عايز الدي، خلاص لو انت جبت الاي تقدر تجيب الدي بيساوي ايبسلون نوت في الاي. بسيطة، يبقى الاول طبق الريليشن بتاعتي ان الاي بيساوي نيجاتيف الجريدينت بتاع الدي، واحنا هو نديلك البوتنشال فانكشن في السفيريكال كوردينتس، يبقى انت هتستخدم ال اكسبريشن بتاع الجريدينت في السفيريكال كوردينتس ليه ثلاثة كومبوننتس زي ما احنا شايفين في الريديال دايركشن وفي الثيتا وفي الفاي. بس اوعى تنسى بعد ما تعمل البوتنشال الديفرنشيشن بتاعك مع الار و سيتا والفاي، اوعى تنسى اشاره النيجاتيف اللي موجوده عندك بره. طيب يبقى انت كل هتعمله الفانكشن بتاعتك هتجيب الديفرنشيشن بتاعها مره مع الار ومره مع سيتا ومره مع الفاي، وتقدر في الاخر تعبر عن الاي. جبت الاي تقدر تجيب الدي عباره عن ابسلون نوت في الاي. هو عايز الدي حقيقه عند نقطه محدده عند الار ب 2 والثيتا باي على 2 والفاي ب 0، تقدر تعوض بالنقطه ديت وتجيب الايه الدي. اخر مطلوب عندك عايز الورك دان عشان تنقل تشارج 10 مايكرو كولوم من نقطه A الى نقطه B. الورك احنا خدنا اكسبريشن ليه قبل كده انه حجم 2، اما انك انت تجيبه انك انت تعمل انتجريشن اي دوت دي ال بعد ما تضرب في نيجاتيف الكيوب اللي انت بتنقلها، او بتساوي كيو في ال في اي بي، حيث نقطة A دي نقطة البداية هتبدأ الحركة منها، نقطة B دي نقطة النهاية أو اللي تنتهي عندها. أدي الأسهل في التعامل، لو أنا عندي البوتنشال يبقى أسهل إن أنت بدل ما تعمل انتجريشن تجيب منين؟ من اكسبريشن كيو في اي بي اللي هو عبارة عن إيه؟ كيو في فاينل ماينس في انيشال في بي ماينس في اي. لكن لو ما عنديش البوتنشال فانكشن يبقى مضطر ان انا استخدم الايه الريليشن الاولانيه. طيب انا عندي ال v بيساوي 10 على r سكوير ساين ثيتا كوزين فاي، يبقى هتعوض مره بنقطه b، ادي نقطه b اللي هي باللون الازرق، ومره هتعوض ب نقطه a اللي هي باللون الاحمر، وتقدر تحسب الايه الورك دان بمنتهى السهوله. عندي رينج تشارج B uniform charge density، ومطلوب منك انك تحسب البوتنشال عن نقطة B الموجودة على الزد اكسس. لو انا هشتغل على المسألة ديت يا ترى ايه انسب كورن اشتغل بيها؟ هل الكارتيزيان دي انسب حاجة؟ لا طبعا، يبقى انسب حاجة هنا ايه؟ السلندريكال كورنز. زي ما اتفقنا طالما عندك continuous charge يبقى لازم تقسم الاوبجكت بتاعك الى element صغيرة، ادي element منه عليه charge دي كيو، وهتعامل مع ال element ده كما لو كان pointed charge، واقدر اجيب ال potential على نقطة دي نتيجة ال element دوت، وبعدين بعد كده اعمل ايه؟ integration عشان اجيب ال total potential. اول حاجة زي ما اتفقنا واحنا بنحل على electric field انه تحسب الاول ال r وال r prime position vector بتاع النقطة اللي انت هتقسم عندها الفيلد ده الار، والبوزيشن فيكتور بتاع السورس بتاعك اللي هي عندك هنا دي كيو. بالنسبة لنقطة بي دي موجودة على زد اكس، بالتالي يبقى البوزيشن فيكتور زي ما اتفقنا طالع من الاوريجن ورايح في اتجاه النقطة بتاعتك، يعني زد في اتجاه الاي زد.
تمام. والار برايم، الار برايم ده بوزيشن فيكتور جاي من الاوريجين وراح في اتجاه السورس بتاعك اللي هي دي كيو، ده عبارة عن فيكتور ماج بتاعه ايه وفي اتجاه الايرو. وزي ما اتفقنا انه كل ما يخص السورس بنعبر عنه برايم كوردينس، يبقى دوت ايه في اتجاه الايرو برايم. يبقى الار ماينس ار برايم عباره عن ايرو برايم نيجاتيف ايه بلس اي زد زد. الماجنتيود بتاع ار ماينس ار برايم يساوي روت اي سكوير بلس زد سكوير، ده زي ما انتم شايفين كونستنت. يعني اي ايليمنت هتاخده هنا على الرينج فهو موجود على ديستانس ثابته من الاوريجين ايه، يبقى بالتالي الماجنت بتاع ار ماينس ار برايم يساوي روت اي سكوير بلس زد سكوير، ده كونستنت. طيب البوتنشال بالتالي عباره عن 1 على 4 باي ابسيلون نوت انتجريشن دي كيو على ماجنتود ار ماينس ار برايم. قلنا ان دوت كونستنت بتقدر تطلعه بره انتجريشن، يبقى ما عندكش غير انتجريشن دي كيو، وانتجريشن دي كيو يدي لك ايه التوتال تشارج اللي على الرينج اللي هي بتساوي كيو. يبقى الفاينل كيو على 4 باي ابسيلون نوت روت على كيو على 4 باي ابسيلون نوت روت از سكوير بلس زد سكوير. الاكزامبل اللي عندي دلوقتي ديسك يونيفورم تشارج التوتال تشارج كيو والسيرفيس تشارج دنسي رو اس. زي ما قلنا انه وانا بتعامل مع اي اوبجكت عليه كونتينوس تشارج بقسم اوبجكت دوت الى اليمنت صغيره، يبقى بالتالي هقسم الاوبجكت بتاعي اللي هو الديسك الى اليمنت صغيره. وانسب كود هتعامل بيها مع المساله ديت زي المساله اللي فاتت هو السيلندريكال كوردز. زي ما قلنا انه في المسائل بتاعه الالكتريك فيلد اول حاجه لازم نجيبها البوزيشن فيكتور ار وار برايم. طيب الفيكتور ار ده بوزيشن فيكتور بتاع الفيلد بوينت، يعني خارج من الاوريجن ورايح لنقطه بي موجوده على زد اكس، يعني ده بيساوي كام؟ مظبوط زد في اتجاه الايزد. والبوزيشن فيكتور ار برايم بتاع الاليمنت بتاعك خارج من الاوريجن رايح في اتجاه الاليمنت بتاعك اللي هو بيساوي كام، يعني رو في اتجاه الايرو. وزي ما قلنا بكده انه البوزيشن فيكتور في ستاندرد كوردينتس ليه تو كومبوننتس، كومبوننت في اتجاه الزد وكومبوننت في اتجاه الرو. هنا عندي الديسك بتاعي موجود في الاكس واي بلين، وبالتالي يبقى زد بتاعك بيساوي زيرو، يبقى مفيش عندي غير كومبوننتس بس اللي هي الرو في اتجاه الايرو. ولان انا بتعامل مع السورس فبالتالي لازم استخدم البرايم كورنس، يبقى رو برايم اتجاه الايرو برايم. وانس جبت الار والار برايم تقدر تجيب الفيكتور ار ماينس ار برايم، وبالتالي تقدر دلوقتي تعوض في الفورمولا بتاعتك دي بيساوي انتجريشن دي كيو على 4 باي ابسيلون نوت الماجنيتيود ار ماينس ار برايم. دي كيو عباره عن ايه؟ عباره عن التشارج الموجوده في الالمنت ان ترمز اوف رو اس بيساوي ايه؟ رو اس دي اس برايم. هو ما ادالكش الرو اس بتساوي كام، ولكن قال لك التوتال تشارج بتساوي كيو، تبقى تقدر تجيب الرو اس ان ترمز اوف كيو عباره عن كيو على الاريا بتاع الديسك اللي هي باي ار سكوير. طيب الدي اس برايم دلوقتي بيساوي ايه؟ احنا شايفين في السيلندر كوردينس والاليمنت بتاعك موجود في الاكس واي بلين، يعني النورمال بتاعه في اتجاه زد، يبقى الدي اس برايم عباره عن ايه؟ رو دي رو دي فاي. يبقى بالتالي دلوقتي الانتجريشن بتاعي بقى عندي دبل انتجريشن، واحد منهم على الفاي برايم والتاني على الديرو برايم. ما عنديش حاجه بتتغير هنا مع الفاي برايم، وبالتالي يبقى انتجريشن فاي برايم سهل يساوي على طول 2 باي. يبقى تبقى عندي البوتنشال ان ترمز اوف الانتجرال على الرو برايم من 0 الى كابيتال ار. هنستخدم التيبل اوف انتجرالز عشان نحل الانتجرال اللي على الرو برايم، وبعدين تعوض بالليمت بتاعتك من 0 الى كابيتال ار، وتقدر تعبر في الاخر عن ال v حاجه من اتنين، اما ان ترمز اوف رو اس الشارج دينسي او ان ترمز اوف التوتال تشارج كيو. طيب جبت ال v دلوقتي تقدر في الاخر تجيب ال e اللي هو عباره عن نيجاتيف جراد ال v، وتستخدم اكسبانشن بتاع الجريديان في السلندريكال كوردز. وزي ما انتم شايفين ال v فانكشن بس في الزد، وبالتالي يبقى الكتريك فيلد ملوش غير كومبوننتس واحده في اتجاه الزد دايركشن. اخر اكزامبل انا يعني هسيبك
شوفه بنفسك، هو عبارة عن charged rod. رود دوت عليه non uniform charge density رو نوت اكس، ومطلوب انك تحسب البوتنشال عند نقطة بي اللي على الواي اكس.